بصي بقى، عندنا ملفات كتيرة، وخلينا نبدأ كده بالرياضات الأخرى اللي مصر مؤخرا بقت عاملة طفرة فيهم. خلينا نقول من نسبة الرانكينجز، بالنسبة الميداليات، المشاركات، الأبطال. نبدأ من هنا. يعني مؤخرا مصر في مختلف الالعاب، الحقيقه لو هنتكلم على الالعاب الفرديه تحديدا، في طفره في الالعاب ديت بشكل كبير، سواء على صداره، على يعني مستوى صداره التصنيف، او على مستوى الميداليات او رفع اسم مصر في البطولات. يعني يمكن كان اخر السكواش يمكن اولهم كمان. السكواش، يمكن كان اولهم، كان عندنا لسه بطوله بلاك بول كانت بتتلعب في مصر، يمكن بطلتنا نوران جوهر توجت باللقب. يعني صدارة التصنيف سواء على مستوى الرجال أو السيدات، احنا محتفظين بالمراكز الأولى، يعني ما بيتغيرش. يمكن التصنيف بيطلع كل أسبوع، ما فيش تغيير قوي. مصر مهيمنة على التصنيف رجال وسيدات. بالظبط، يعني ما فيش تغيير قوي. بطلنا مصطفى عسل طبعا لاعب النادي الأهلي هو المتصدر في التصنيف الرجال، وبطلتنا نوران جوهر هي المسيطرة على التصنيف، واللي بتحتل طبعا صدارة تصنيف السيدات. حلو جدا. ايه تاني رياضات فردية؟ يعني يمكن برضو كان لسه مصر مستضيفه بطوله كاس عالم الخماسي الحديث، واللي بطلنا احمد الجندي ادى فيها بطوله قويه جدا وفاز بالميداليه الذهب. يمكن احمد الجندي قصه نجاح كبيره جدا، هو صاحب طبعا فضيه تاريخيه في اولمبياد طوكيو الاخيره، جاب ميداليه يمكن كانت مش متوقعه قوي بالنسبه للمصريين، لان لعبه الخماسي الحديث لعبه صعبه جدا. يعني الخماسي الحديث 5 العاب في بعض كلهم اصعب من بعض، صحيح. سباحه وجري وسلاح، الموضوع بيبقى شويه مرهق جدا لو اي حد متابع للعبه. احمد الجندي جاب ميداليه ذهبيه في بطوله كاس العالم الخماسي الحديث الاخيره، و يعني يمكن هو كان راجع من إصابة طويلة بقاله سنة، عنده إصابة في الكتف يعني خلته بعدته عن البطولات بشكل كبير، كان بقاله سنة ما بيشاركش، ففكرة ان هو يعود بقوة ويحرز الميدالية الذهبية ده كان إنجاز كبير جدا لأحمد الجندي. وطبعا مش عايزين ننسى ان كان في ميدالية برضو من نصيب سلمى أيمن دي بطلتنا الشابة، طبعا جابت ميدالية برونزية في منافسات السيدات المستوى الفردي. حلو جدا.